لحضراتكم كاميرا 10 الصبح في الأهلي، دلوقتي متواجدة في الأهلي مدينة نصر عشان ننقل لحضراتكم عن الأكاديمية، أكاديمية النادي الأهلي للكرة النسائية. هنعمل لقاءات مع مدير الكرة وهنعمل لقاءات أيضا مع بعض اللاعبات عشان ننقل لحضراتكم صورة حية عن اللي بيحصل هنا. وزي ما احنا عارفين النادي الأهلي دايما سباق، فلما بيحب يعمل حاجة بيعملها بشكل احترافي جدا، ده اللي احنا هنشوفه في خلال التقرير، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية، وكاميرا 10 الصبح في الأهلي دلوقتي متواجدة داخل الملعب وبنشهد حاليا يعني التدريب الخاص بالفتيات في الأكاديمية، أكاديمية النادي الأهلي للكرة النسائية. وهذا أو هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها، وزي ما احنا بنقول وهنفضل نعيد، النادي الأهلي السباق في كل شيء. خلينا نرحب بكابتن أميرة يوسف مدير الأكاديمية ونعرف بقى تفاصيل أكثر، لأن بجد مشهد محترم جدا. يعني أنا برحب بيكي في البداية. أهلا وسهلا بيكم، مبسوطه ان انتم معانا هنا في الملعب في فرع مدينه نصر. حاجه كويسه جدا ان انتم تبثوا بشكل حي البنات وتطورهم وعددهم الزايد في الفتره اللي فاتت. انا فاكره انت كنت معانا في البرنامج وكان لسه الموضوع ليه علاقه بالتاسيس او بالفكره، وقلنا يا رب خير، وكان عندك إصرار وكان عندك عزيمة وكان عندك كده طموح إن شاء الله الأكاديمية دي يتعمل فيها الشغل محترم يليق بالنادي الأهلي. أنا فاكرة كويس جدا. تمام، فخلينا نعرف من البداية بقى، يعني خلاص تم اختيارك كابتن أميرة. وفي ميشن دلوقتي وفي هدف، وأنا الأكاديمية دي يعني الأولى من نوعها، فلازم التجربة تنجح لأن ده عادتنا، إحنا ما عندناش حاجة طبيعي بنعملها بنفشل فيها. فخليني بقى أبدأ من ساعة التأسيس. الإقبال أنا شايفاه كبير جدا، يعني في نسبة محترمة فعلا من اللاعبين موجودين دلوقتي. بالظبط، احنا طبعا ابتدينا بتشالنج مختلفة. طبعا أكاديمية النادي الأهلي أول مرة تحصل في النادي الأهلي زي ما حضرتك قلتي. في الأول عملنا سوفت ماركتينج، حاجة بسيطة جدا، لقينا أعداد أنا شخصيا ما كنتش متخيلة أن هي توصل للأعداد دي. مع الوقت ومع حد بيجرب بيقول للتاني، غير أن احنا عملنا بدأنا نعمل بوستز في الفترة اللي فاتت، الإقبال زاد بطريقة ملحوظة لدرجة أن احنا بدأنا نعمل فترتين. يعني موضوع فترة واحدة مش ما كانش ظابط معانا الوضع، فاضطرينا ان احنا نعمل فترتين بسبب ان الاعداد كل يوم بتزيد بطريقه غريبه. هو اسم الاهلي يعني طبيعي لازم نبقى متوقعينه، بس انا يعني شخصيا ما توقعتش بالسرعه دي. احنا بقالنا شهرين العدد واصل لحاجه كويسه جدا. حلو قوي. انا شايفه كمان اعمار مختلفه، يعني ما بنتكلمش في عمر واحد مثلا. لا. قولي لنا بقى مين اصغر لاعبه لاكبر سن. احنا عندنا دي اكتر حاجه بسطاني في الموضوع، ان احنا عندنا من مواليد 2017 لمواليد 2017 اربع سنين، فعندنا الاربع والخمس والست سنين في مجموعه واحده. حلو قوي. فحضرتك متخيله ان العمر ده في البنات قليل جدا، فاحنا عندنا مجموعه كويسه جدا بيتمرنوا. بدايه بقى اطلعي بقى السبعه والثمانيه والتسعه لغايه فوق ال 20 سنه، اضطرينا ان احنا من كتر الريكوستس كتير اللي فوق ال 20 سنه اضطرينا نفتح باب الالتحاق، من يعني بسبب الريكوستس كتير. حلو جدا. فاحنا كنا قلنا نبتدي لغايه 2009، فجالنا اعداد فظيعه فوق ال 2009. طب قلنا خلاص نفتحها 2004، جالنا اعداد اكتر، فاضطرينا ان احنا نفتحها لجميع الاعمار. طب كابتن اميره، يعني المعيار في الاختيار ايه؟ انا دلوقتي مثلا بفتح اكاديميه والاولى من نوعها ولسه تجربه جديده، هل انا بقبل اي حد ولا لا في معايير معينه لاختيار اللاعبات؟ هو طبيعي اكاديميه لتعليم كره القدم، فهي مفتوحه لاي حد. اي حد حابب اللعبه وحابب ان هو يتعلمها او يتمرنها او يمارسها، طبعا باب الاهلي مفتوح للاعضاء وغير الاعضاء. موضوع ان يحصل زي ما بيقولوا تقييم او لا، لسه قدامنا شويه، يعني مش دلوقتي خالص. يعني توليكي بقى لهذا المنصب، وانا هسميه اللي فيه نوع من التحدي،
يعني لان اكيد اكيد الاداره عندنا بتراهن على نجاح الاكاديميه أكيد. ففي مسؤوليه كبيره جدا أكيد. خليني برضو اعرف منك النقطه دي اكتر بشكل يعني مستقيم. بصي بصراحه يعني انا علشان ما اخدش نفسي في توتر ومسؤوليه وطبعا النادي الاهلي حاجه كبيره، انا ركزت في شغلي بس ركزت في ازاي اطور وازاي انظم وازاي احط برامج معينه وازاي الموضوع مش موضوع ان اي مدرب بيشتغل وخلاص ويعلم وخلاص، لا انا حطيت برنامج وركزت في شغلي يعني، لان كده كده النجاح طالما انا مركزه في شغلي بعيدا عن اي ستريس بره يبقى كده كده ان شاء الله الموضوع هينجح والحمد لله البوادر باينه الحمد لله، الشكاوي مش موجوده، الناس بتشكر فينا جدا، البنات عماله بتزيد في طبعا واحده بتقول لصاحبتها بتقول للثانيه فهم اوريدي البنات مبسوطه، فدي بالنسبه لنا نجاح. المدربات متعاونين معايا جدا طبعا، انا مغلس عليهم جدا كل شويه اجتماعات. عندك كم مدربه لغايه دلوقتي؟ خمسه وطبعا عقبال ما اول ما بتيجي وبتدخل على السيستم بتاعنا فبتاخد وقت شويه، فهم بصراحه متعاونين معايا جدا الاستاف، فدي انا بالنسبه لي ده مكسب ليا يعني، لان عمر ما حد بينجح لوحده يعني. اللي ملاحظاه كمان خليني اقول لحضراتكم يعني ان البنات واحنا هنعمل ان شاء الله لقاء معاهم دلوقتي، بس هم في حماس وفرحانين جدا جدا وبيلعبوا بجد يعني، مش اللي هو حد بيتدلع على نقول بقى البنات بتتدلع، مش الكلام ده. انا قلت لك الكلام ده يعني قبل دي شهاده حي انا بقولها لحضراتكم أيوه. بجد فدي حاجه حلوه جدا، واكيد الاهالي والاسر ليها دور في ده برضو. كلميني عن النقطه دي يعني، الاسر جايه وفرحانه وعندها امل، يعني ازاي بيتم الالتحاق والحديث معاهم؟ بصي اولياء الامور عموما يعني فكره ان جايبه بنتها عشان تلعب في النادي الاهلي فدي بالنسبه لها حلم، مش عند البنت لا، ده عند اولياء امورهم والاب والام يعني الاثنين. فالفكره دلوقتي هم محمسينهم جدا، بيجيبوهم بصراحه في المواعيد، لو في حد عايز يستاذن بيكلموني انا شخصيا عشان يستاذنوا، يعني هم ملتزمين جدا جدا في الموضوع ده، ونسبه الغيابات قليله جدا، ودي حاجه مساعدانا ان احنا نطور مستواهم كمان. حلو، هم متعاونين معانا جدا جدا. المراكز بقى بتحطي البنات في مراكز معينه، بتختاريهم ازاي يعني؟ خلينا نعرف تفاصيل شويه. بصي هو بالنسبه للاكاديميات لسه موضوع المراكز ده لسه لسه يعني. لسه بدري عليه جدا جدا، ده بيبقى جنرال. ده احنا بنعمل ليفلز، واولا قسمنا الاول بالنسبه للعدد قسمنا اجسام، العدد زاد قسمنا اعمار، العدد زاد قسمنا ليفلز، العدد زاد قسمنا فترتين، فكل ما العدد بيزيد هو مخلينا نقسم بشكل مختلف، لكن البروجرام بتاعنا ماشي زي ما هو. حلو جدا. حته البوزيشنز بقى والحاجات دي لا لسه انا ببتدي اطعم فرق معينه بالكلام ده، بس مش عايزه اخوض قوي قوي في هيدك بالنسبه لهم، لان هو انا الاساس عندي ان انا اعلمهم السكيلز وازاي يلعبوا كوره بشكل بروفيشنال، حتى لو اتعلموا حاجه بره بقول لهم انسوا انتوا جايين هنا من الاول خالص. فانا عندي بنات على فكره بتلعب دوريات بره وبتيجي تتمرن هنا، وعندي بنات في منتخب مصر ناشئات وجت اشتركت هنا، فعندي جميع المستويات، فهم حابين الفكره. حلو قوي. انا هسالك سؤال يعني او هنقلك كلام بيتقال وعايزه منك رد. البعض بيقول ان كره قدم نسائيه في مصر مش شرط انها تنجح، لا دي مش حاجه يعني احنا معتادين عليها، لا دي مش ثقافتنا. النوعيه دي من الافكار بيترد عليها ازاي كابتن اميره؟ بصي اقول لك على حاجه، خلينا نشوف الالعاب الثانيه، الالعاب النسائيه الثانيه اذا كان في السباحه ولا في العاب القوه ولا الخماسي، لا كلهم بنات. و هي الفكرة بس إن إحنا هنا في الكرة النسائية محتاجين فرصة حقيقية، الفرصة الحقيقية يعني اهتمام إعلامياً وفنياً، فإحنا ده مش موجود عندنا، فوانس إن إحنا عملنا ده هنلاقي الوضع مختلف تماماً. فالنادي الأهلي بصراحة يعني أكاديمية ولسه ما عملناش فرق، والاهتمام مش طبيعي من كل الناس هنا في النادي، إعلامياً زي ما حضرات يعني كان ممكن مثلاً الموضوع ما
خلاص عملنا مقابلة مرة وكده، لا ده انتوا جايين بنفسكم. كلنا بنراهن على نجاحها وواثقين ان شاء الله. فالاهلي الاهلي منظومة بتشتغل بشكل بروفيشنال، فطبيعي هتطلع حاجة كويسة فيما بعد، وانا مراهنة ان هي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم ما هيعمل فرق هتبقى قوية كالعادة. بس كابتن أميرة، هل ممكن نعمل لقاء مع البنات ونسمع طبعاً منهم؟ طبعا. خلينا طبعاً نروح دلوقتي نعمل بعض اللقاءات ونرجع لحضرتك. مهم جدا طالما جينا وبنعرض لحضراتكم دلوقتي عن الاكاديميه ان احنا نصور مع اللاعبات نفسهم ونعرف منهم بقى ايه سر اصلا حبهم لكره القدم وهم مبسوطين بانضمامهم للاكاديميه ولا لا. خلينا نعرف منهم، بس نتعرف الاول. كابتن مين بقى؟ ملك. كابتن ملك، قول لنا كابتن ملك عندك كام سنه؟ سته. ست سنين، صغيره قوي. طب انت ليه دخلتي اكاديميه بقى اصلا؟ عايزه العب كوره. بتحبي الكوره اصلا؟ طب مش بتحبي اي رياضه ثانيه ليه؟ اشمعنى الكوره؟ بلعب. ايوه عشان النادي الاهلي، عشان الاهلي عاوزه اقلده يعني كده. عايزه تبقي بطله في النادي الاهلي. اه. ومين من اهلك شجعك؟ بابي ولا مامي ولا مين؟ بابا بيجي معايا كتير اكتر من ماما. وساعات اخويا بيجي مع ماما التمرين برضه. انت ما تجيش لوحدك بقى خالص، ما ينفعش تيجي لوحدك صح؟ مع انك ست سنين يعني تقدري. طب قولي لي انت في سنه كام؟ خلصت اربع تيم بقى هنبدا لسه. هتبدا يعني انت في جريد كام؟ يعني سنه كام؟ لسه اولى ابتدائي؟ لا لسه انا في كي جي 2. كي جي 2 اه لسه صغيره. بس انت عندك مستقبل كبير قوي بقى لسه في الكوره، يعني انت عايزه تبقي بطله قدام كبيره صح؟ ان شاء الله. طب خلينا بقى نروح لكابتن ايه بقى؟ جنى. كابتن جنى، قول لنا عندك كام سنه في الاول؟ 14 سنه. 14 سنه. بتلعبي كوره من زمان؟ اول مره تلعبي كوره؟ لا بلعب كوره من عندي 6 سنين. من عندك 6 يعني قد مالك تقريبا. طب هسالك برضو نفس السؤال عشان الناس تبقى عارفه، ايه اللي خلاكي تتمرني كره قدم؟ اتمرنت جمباز، اتمرنت سباحه، واتمرنت كوره، هي اكتر لعبه عجبتني. و بعدين عيلتي كلها بتلعب كوره، فانا العيله كلها ولاد وبنات بيلعبوا كره قدم؟ لا مش بنات يعني. هو بنات؟ لا مش بنات. مش بنات؟ لا. اوكي. انا بس بلعب في البنات يعني في العيله. آه. طيب وايه سر برضو حبك غير ان عيلتك كلها يعني؟ انت ايه اللي حببك في كره القدم؟ يعني ان هي لعبه جماعيه و ليها مستقبل حلو يعني. طب وانت نفسك قدام بقى تبقي بطله زي مين؟ بتتابعي الكره العالميه، كره القدم العالميه النسائيه؟ اه. بتحب مين اكتر فرق بتحبيها؟ برشلونه. برشلونه. طيب قولي لي، انا عايز اعرف منك برضو انت رسمه يعني مع الاهلي ايه؟ انت دلوقتي في النادي الاهلي زي ما ملك قالت ده اسم ليه يعني مكانه كبيره جدا. نفسك بعد الاكاديميه بقى لو عملوا فريق ناشئين واول ان انت تدخلي تنضمي؟ اه اكيد. يعني من زمان عايزه العب اصلا في عايز الاهلي يفتح عشان العب كره فيه. قولي لي مركزك ايه بقى؟ انا بلعب خط وسط. حلو جدا. طيب ممكن كمان تدي لارا، كابتن لارا صح كده؟ آه. انا عرفت من لبسك انت جول كيبر. انا جول كيبر. آه. طيب خلينا اول نتعرف عليكي، عندك كام سنه؟ عندي 12. 12 سنه. ليه جول كيبر وليه كره قدم نسائيه؟ انا اخويا كان بيمرني كره قدم اصلا، بس هو بقى دخل فريق حاجه تاني وكده، هو اصلا كان بيتمرن كره قدم. فكان بيمرني جون كيبر، فانا حبيت اخش الاكاديميه اول ما فتحت. مالك قولي بقى للجمهور الاهلي الاول كده عشان يبقى عارفك اكتر، اتفرجي على الماتشات بتاعت الاهلي ولا لا؟ بتحبي مين اكتر لاعب؟ محمد صلاح. طبعا. طب وفي الاهلي تعرفيهم؟ تعرفي مين؟ قفشه، كهربا، محمد شريف، محمد الشناوي، تعرفيهمش؟ عارفاهم. مين اكتر حد بتحبيه؟ علي معلول. علي معلول. والشناوي. عايزه تبقي زيهم لما تكبري كده في الاهلي؟
ان شاء الله. انا بشكركم جدا، وانا عارفه ان انا دلوقتي هترجعوا التمرين تاني، هنيجي نلعب معاكم بقى انا وكابتن اميره. طيب خلينا نروح دلوقتي برضو نشوف التمرين ازاي ونرجع لحضراتكم.